مساكم الله بالخير اعزائي المشاهدين في نشرتنا الجويه لهذا المساء لا تزال اجواءنا الليله اجواء رطبه، ارتفعت نسبه الرطوبه تجاوزت ال 75% في معظم المناطق خاصه المناطق الساحليه والجزر. كذلك متوقع انخفاض في مدى الرؤيه الافقيه بسبب الرطوبه خاصه في بعض الطرق القريبه من الساحل وكذلك بعض المناطق الساحليه والجزر. الاجواء في مدينه الكويت الحاليه ارتفاع في نسبه الرطوبه تقريبا الرؤيه متدنيه نوعا ما. 5 كيلومتر او 6 كيلومتر في الساعه كيلومتر رطوبه نسبيه واصل واصل الان في مدينه الكويت 75% مع استمرار الرياح الجنوبيه الشرقيه سرعتها 7 كيلومتر في الساعه راح تؤدي الى كذلك استمرار الرطوبه خلال الساعات القليله القادمه درجه الحراره الحاليه 34 درجه مئويه دوله الكويت المناطق المحيطه متاثره في بعض الانظمه الضعيفه خاصه على الهضبات الايرانيه وكذلك البحر الاحمر ادى لاستقرار الطقس في منتصف شبه الجزيره العربيه وكذلك شمال شرق شبه الجزيره العربيه في الكويت ادى تغير الكتله الهوائيه الى كتله هوائيه رطبه والرياح الجنوبيه الشرقيه راح تستمر كذلك محمله بكميات كبيره من بخار الماء ادت لارتفاع نسبه الرطوبه خاصه على الشريط الساحلي من دوله الكويت الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة بمشيئة الله أجواء معتدلة في المناطق الغربية من دولة الكويت متوقع أن تكون درجات الحرارة 33 درجة مئوية في منطقتي شقايا والسالمي الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة إلى شمالية غربية في المناطق الغربية أما المناطق الشرقية والمناطق الساحلية من دولة الكويت راح تكون هناك رطبة وكذلك الرطوبة مرتفعة ويانا ومتوقع أن يكون في مريخ على بعض المناطق الساحلية أيضا الجزر الكويتيه مع استمرار الرياح الجنوبيه الشرقيه في معظم ساعات الليل، كذلك درجات الحراره الصغرى او في منتصف هذه الليله متفاوته ما بين 29 و 31 درجه مئويه. مع بدايه دخول ساعه الصباح الاولى نلاحظ درجات الحراره الصغرى متفاوته ما بين 27 الى 28 درجه مئويه في المناطق الغربيه من دوله الكويت، اما المناطق الساحليه قد تصل الى 30 درجة مئوية وذلك بفعل استمرار الرياح الجنوبية الشرقية وارتفاع نسبة الرطوبة في بداية صباح يوم الغد، أما في منتصف صباح يوم أو في منتصف نهار يوم الغد متوقع أن ترجع ويانا الرياح الشمالية الغربية خاصة على بعض المناطق الغربية تؤدي إلى انخفاض نسبة الرطوبة، أما المناطق الوسطى وكذلك المناطق الشرقيه راح تستمر ويانا يعني كذلك الرطوبه في اغلب او معظم ساعات النهار متوقع ان تكون سرعه الرياح متفاوته ما بين 10 الى 30 كيلو في الساعه تؤدي الى ارتفاع او متوقع ان تكون نسبه الرطوبه ما بين 60 و75% وبشكل عام الاجواء البحريه خلال 12 الساعه القادمه بمشيئه الله اجواء معتدله مناسبه لجميع الانشطه البحريه ولكن هناك ارتفاع نسبه الرطوبه قد تؤذي اي انشطه خارجيه متوقع ان يكون ارتفاع الموج من 2 الى 4 قدم الماء لا تزال ضعيفه في فترات الفساد اذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكويت الساعه 4 و5 دقائق موعد شروق الشمس الساعه 5 و27 دقيقه موعد اذان المغرب ساعة ست و سبع دقائق. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال خمس أيام القادمة، الأكواس مستمرة ويانا خلال أربعة أيام، متوقع استمرار كذلك فرص الرطوبة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر. درجات الحرارة العظمى نلاحظ أن هناك انكسار نسبي في درجات الحرارة وذلك بسبب تحول الكتلة الهوائية واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بكميات البخار الماء يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العظمى. في آخر الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم متوقع أن تبدأ تبدا تتغير الاجواء وترجع ويانا الرياح الشماليه الغربيه ترتفع وياها درجات الحراره قد تصل الى 46 و47 في بعض المناطق الصحراويه اما بالنسبه للاجواء في الليل راح تكون اجواء في معظم مناطق الشرقيه من دوله الكويت اجواء رطبه متوقع ان تراوح. تتفاوت نسبه الرطوبه ما بين 45 الى 75 بالمئه درجات الحراره متفاوته ما بين 27 و28 درجه مئويه اعزائي المشاهدين اشكركم على حسن المتابعه وانا اخذكم في جوله مع درجات الحراره في بعض العواصم العربيه والعالميه